السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حتى بعد وفاة الحاج عبد الناصر البشتاتي ظل الرجل يتردد لفترة على شليحات بضاحية مدينة سيدي قاسم. كان الحاج يقول إن الرجل صديق قديم له أمضي فترة مهمة من حياتهما معا في فرنسا، حيث كانا يعملان في مناجم الفحم. عدا ذلك لم يكن يعرف الكثير عن هذا الذي كان الحاج يناديه الطيب العمري. بعد أشهر قليلة من وفاة الحاج استقر الرجل في شليحات في منزل قال إنه اشتراه من الحاج قبيل وفاته. أبناء الحاج عبد الناصر يقيمون في فرنسا ولم يزوروا سيدي قاسم منذ فترة طويلة. كان الرجل الذي توفيت زوجته قبله بعدة سنوات يعيش وحيدا في عرصته التي لا تبعد كثيرا عن الواد. اثنان فقط من أبنائه حضر لتشييع جنازته. مكث بضعة أيام ثم عاد إلى فرنسا. وكما كان الحاج عبد الناصر البشتاتي يعيش وحيدا، وحيدا كان يعيش الطيب العمري الذي كان في العام 2000 قد شارف عتبة 70. ولكن حالته الصحية كانت جيدة فيما يبدو. رجل شديد التكتم، قليلا ما يتحدث إلى جيرانه، هو لغز بالنسبة إليهم. ما يظنه الكثيرون أنه قرر العودة من فرنسا والاستقرار في سيدي قاسم في شليحات. في الحقيقة لم يكن قد تحدث إلى أحد عن ماضيه وأحواله، وما يظنه الناس إنما أسسوه على ما كان يردده المرحوم عبد الناصر. الأكيد لدى الذين يظنون أنفسهم من العارفين بكثير من الأمور أن الرجل لا ينحدر من سيدي قاسم. قيل ذات يوم إنه كان يأتي من القنيطرة لزيارة صديقه. يغيب الطيب عن شليحات مرتين أو ثلاثا في العام، يختفي عن الأنظار 3 أسابيع أو أقل من ذلك قليلا. قيل إنه يذهب إلى فرنسا للحصول على تعويضات المعاش وإجراء الفحوص الطبية، وبدا متماسكا ما قيل. كثيرون هم المتقاعدون الذين يتنقلون أكثر من مرة في العام إلى مهجرهم السابق. تقدم العمر بالرجل اللغز، ولم يعد يرى إلا قليلا وهو يعمل في عرصته. ثم اتخذ من رجل 40 مساعدا له جاء به من الخنيشات. كان الرجل يتولى ما حول المنزل من غرس ويطعم بضع دجاجات وشاتين كان الطيب قد اشتراهما. يعلم الجميع أنه لم يكن يريد إلا الاستمتاع بأشياء قد يكون افتقدها منذ فترة. في العام 2007 في مارس غاب الطيب عن الأنظار، وحسب الجيران أنه كما اعتاد على ذلك سافر إلى فرنسا لأغراض له هناك، وتوقع أن يظهر من جديد بعد 2 أو 3 أسابيع على أبعد تقدير. ولكن اللافت للانتباه أن معاونه ذلك الذي جاء به من الخنيشات اختفى هو الآخر. وكان اختفاؤه لافتا إذ لم يره أحد 2 بعد السفر المفترض للطيب العمري. حسب البعض أن الرجل واسمه عبد الرحمن سافر إلى الخنيشات. ولما استمر غيابه لأكثر من 2 وشوهدت الشاتان تجولان في العرصة وتقضمان مما أنبتت أرضها، تسرب الشك إلى بعض الجيران، وسرى حديث كله استغراب لغياب الرجلين. بعد 4 أيام جاء المقدم إلى باب العرصة وصار ينادي على عبد الرحمن. ربما يعرف المقدم أشياء لا يعرفها كل السكان. ولما لم يتلقى ردا مضى إلى حال سبيله. عصر ذلك اليوم 17 من مارس من العام 2007 عاد المقدم إلى باب العرصة ومعه رجل من القيادة. فتح الباب ودخل. لم يكن لدى الطيب كلب، وذلك ما سهل المهمة التي جاء من أجلها. اقترب الرجلان من مدخل البناية. سمع المقدم ينادي على عبد الرحمن تارة وعلى الطيب أخرى. الشاتان في الجانب الآخر من العرصة توقفتا عن القضم ووقفتا تنظران إلى الغريبين. لم يأتي أي رد. اقترب أكثر من الباب
طرقه المقدم بإيقاع تصاعدي، ولكن لا أحد أجاب. النوافذ مغلقة بإحكام، ولا مجال إلى استكشاف ما في الداخل. وهو مغادر العرصة برفقة الذي جاء معه، التقيا جارا للطيب وسأله عما إذا كان لاحظ شيئا غريبا سبق اختفاء الرجلين. وقد أكد أن عبد الرحمن ظل يزاول عمله في العرصة يومين على الأقل بعد أن اختفى الطيب. لم يكن في إفادة ذلك الجار ما يضيف شيئا إلى ما هو معروف، ولكن ما أن خطى المقدم وصاحبه بضع خطوات حتى ناداهما، أبلغهما بأنه نسي أن يقول إن سيارة نفعية شهدت بباب العرصة غداة اختفاء الطيب. لم يشك المقدم في أهمية ما أدلى به الرجل الذي أكد أنه لم ير تلك السيارة من قبل، وأنها ظلت مستوقفة بباب العرصة لما يزيد على نصف ساعة حسب تقديره. لم ير أحدا نزل منها أو ركبها، ولم يلحظ حركة غير عادية في العرصة ذلك اليوم. حسب ما أدلى به من معلومات، فإن السيارة كانت نفعية رمادية اللون، وعلى جانبيها خطان تمازج فيهما الأسود والأحمر. لم يكن فيما قاله ما يمكن من تمييز تلك السيارة عن مثيلاتها التي تجوب طرق ومسالك المنطقة. ما يبدو أن الذي زار عرصة الطيب رجل من المنطقة، الراجح أنه يعمل في الفلاحة. انقضى أسبوع آخر دون أن يظهر أثر لعبد الرحمن أو الطيب، وكثرت التأويلات، وصار غير مستبعد أن يكون شيء ما وراء هذا الاختفاء. لم يكن أحد يعلم اسما لذاك الأربعيني الذي استقدمه الطيب من الخنيشات غير عبد الرحمن. أكيد أنه لن يكون الشخص الوحيد الذي يحمل هذا الاسم من بين سكان الخنيشات. في 10 أبريل من العام 2007 جاء إلى شليحات رجلان يدل هندامهما على أنهما جاء من خارج المغرب. كان يسألان عن منزل الطيب العمري، وقد علم منهما فضوليون قبل أن يدلوهما على المنزل أنهما ولداه وأنهما قدما من فرنسا. الذي رافقهما إلى باب العرصة قال لهما إن الرجل غاب عن الأنظار منذ ما يزيد على الشهر، وأن الذي كان يساعده اختفى هو الآخر يومين من بعده. لم يفته أن يقول إن الجميع هنا يظنون أن الطيب سافر إلى فرنسا. بعد أقل من ساعة كان الجميع على علم بأن الطيب لم يذهب إلى فرنسا، وإن الرجلين اللذين جاء يسألان عنه ولداه. لما وصل المقدم إلى باب العرصة كان الرجلان هناك، الحيرة بادية على وجهيهما. أكد له أن أباهما لم يأتي إلى فرنسا منذ عدة سنوات، وأنهما علم من أناس يعرفهم أنه اشترى منزلا هنا في شليحات. تخطيا باب العرصة، ولما صار بباب السكن طرقاه، ولكنهما لم يتلقيا ردا. استعجل أكبرهما سنا فتح الباب، كان ذا بنية قوية، تراجع قليلا وهو يتجاهل تحذير المقدم، ثم بركلة منه قوية انفتح الباب. بالداخل رائحة غريبة لعلها تشبه رائحة الغاز. في البهو صالون بسيط، وراءه باب غرفة لم تكن لها دفة، وقد تدلت منها ستارة لم يكن فيها ما يميزها عن الستائر المتداولة في المنطقة. تقدم الذي اقتحم الباب، هي غرفة نوم، لا أحد هناك، ولكن أبواب الدولاب كانت مشرعة، والكثير مما كان فيها مبعثر على الأرض. يبدو أن الغرفة تعرضت لعملية سطو. كان المقدم قد مضى يستكشف غرفتين أخريين والحمام والمطبخ، لا أحد في البيت. طلب المقدم من الرجلين مرافقته إلى القيادة، أدليا بما يثبت أنهما ولدا طيب. في أقوالهما أنه هجر أسرته منذ 15 عاما بعد سوء تفاهم مع أمهما. تم توجيههما إلى مصالح الدرك، حيث تقدم ببلاغ عن اختفاء الطيب العمري. بعد عدة أيام حضر إلى سكنه محققان، وأثناء عملية مسح السكن أخذت بصمات. لاحقا سيتبين أن أغلبها بصمات لرجل اسمه عبد الرحمن ساكت،
لم يكن صعبا الوصول إلى منزل عائلته في الخنيشات. علم أن الأربعيني مطلق وأنه أب لطفلة تكفلها أمها. قالت عائلته إنه مسافر إلى القنيطرة. بعد 10 أيام توفرت للباحثين معلومات حول عودته إلى الخنيشات، ولما لم يستجب لاستدعاء ترك له لدى عائلته أرسل من يأتي به. حاول أن ينكر معرفته بالعمري، ولكنه وجه ببصماته التي اكتشفت في شليحات، فاضطر إلى الإقرار بأنه اشتغل مع الرجل لبضعة أشهر، ثم قال إنه اضطر إلى مغادرة العرصة بعد أن أبطأ الرجل في العودة وتمكينه من الأجر المتفق عليه. وجه عبد الرحمن بشهادات جيران الطيب العمري الذين أكدوا أنه شهد في العرصة 2 بعد اختفاء 70. ما لم يكن يتوقعه وهو في مواجهة المحققين أن يسأل عن تلك السيارة النفعية التي شوهدت غداة اختفاء صاحب العرصة وهي متوقفة ببابه. حاول الإنكار، ولكن الشهادة التي دلت على أوصافها أرغمته على الإقرار بأنه استقبل ابن خال له وأنه لم يبق معه سوى ساعة أو أقل من ذلك. كان ولدا طيب العمري ينتظران معرفة مآل والدهما. عبد الرحمن فيما يعتقدانه يعلم مآله. بشكل مواكب مع التحقيق حمل إلى الخنيشات، حيث خضع منزل عائلته للتفتيش. في غرفته وسط أوراق تخصه تم اكتشاف جواز سفر الطيب وبطاقة إقامته في فرنسا. أين هو؟ صاح في وجهه أحد المحققين. أربكه، حاول أن ينطق بشيء ولكن حباله الصوتية تجمدت. أين هو؟ أعاد الضابط السؤال بنبرة أكثر حدة. أحس الذي يمسك به بأن ساقيه لا تقويان على حمله، إذ هم بالانهيار. بعد ربع ساعة اعترف بكل شيء. 2 قبل أن يختفي من شليحات كبل الشيخ ووضع على فمه شريطا لاصقا. فتش دولابه وأخذ منه مبلغا ماليا قدره 15,000 درهم وجواز سفره وبطاقة إقامته في فرنسا. في اليوم التالي يعترف، جاء ابن خاله وحمل طيب إلى القنيطرة حيث أودعاه منزلا في طور البناء. قال إنهما لم يرغبا في قتله، ولكنهما كانا يريدان تزييف وثائقه ليستعملها عبد الرحمن ويسافر بها إلى أوروبا. في القنيطرة دل على منزل ابن خاله الذي ضبط على متن تلك السيارة النفعية، اسمه علال العرافي. قاد المحققين إلى حيث كان الطيب العمري محتجزا. حين عرض 70 على الطبيب لم يكن وضعه الصحي مقلقا. ما سره أكثر أنه وجد ولديه في انتظاره ولم يكن قد رآهما منذ 15 عاما. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة